الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هناك بعض الفتيات في برامج التواصل تقوم بإعطاء إعجاب أو تعليق لبعض الصور والمنشورات للرجال والعكس، وفيهم تساهل جدا في ذلك، فما نصيحتكم حفظكم الله؟ الحمد لله، نصيحتنا في ذلك للجميع أننا نصيهم بتقوى الله عز وجل ومراقبته، وأنه لا يجوز للإنسان أن يدخل في مهاترات كلامية وفي محادثات جانبية وفي إعجابات توجب شيئا من الفتنة أو الفساد على الجنسين ذكرا كان أو أنثى. فلا يجوز لنا أن نعمل شيئا من الإعجاب إذا كان يتضمن شيئا من المفاسد الخالصة أو الراجحة. فالإنسان إذا أراد أن يبدي إعجابه بشيء فلا بد أن ينظر إلى حقيقة ما سيبدي إعجابه به، لأن هذا الإعجاب موافقة وزيادة، وبناء على ذلك فلا يجوز إبداء إعجابنا بصور ذوات الأرواح، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم، فكيف نبدي إعجابنا بأمر محرم شرعا؟ فلا يجوز أن نبدي إعجابنا بشيء من صور ذوات الأرواح، وكذلك لا يجوز إبداء إعجابنا بالكلام التافه الساقط من الأبيات الغزلية أو الكلام التافه البعيد عن الحق والهدى، فإن حق هذا الكلام أن نبدي عدم إعجابنا وأن نناصح من أراسلنا به أو أنزله على موقع التواصل الخاص به. وكذلك لا يجوز إبداء إعجاب المرأة بما ينزله هذا الشاب من أموره الخاصة التي تخصه هو، كإبداء إعجابها في منظر بيته أو في منظر غرفته أو في منظر ثيابه أو في ما يخصه من حاجياته، فإن المرأة لا ينبغي لها أن تكون ذات حياء، وهذا مجانب لحياء المرأة ومجانب لعفتها. فإذا أبدى أحد الرجال شيئا من خصائص غرفة نومه فلا يجوز للمرأة أن تبدي إعجابها بذلك، فإنها أوائل شر لا بد من سد بابها وإحكام إغلاقه. وأما إذا أنزل الإنسان في حسابه شيئا من الأمور الشرعية كآية أو حديث أو حكمة طيبة أو شعر طيب يخدم به دينه، ثم أبدت المرأة والرجل إعجابهما بهذا الأمر فلا حرج، فهذا أمر طيب، وهذا من التشجيع والتعاون على البر والتقوى. فإبداء الإعجاب بالشيء يتضمن الرضا به والموافقة عليه، فلا يجوز لنا أن نرضى ولا أن نوافق بالأمر الذي فيه فتنة ومخالفة شرعية. هذه القاعدة استصحبها معك إذا أردت أن تبدي إعجابك بشيء، فلا بد أن تنظر أولا هل فيه خدمة للدين، هل فيه تحقيق مصلحة خالصة أو راجحة، فإن كان فيه كذلك فأبدي إعجابك، تقبل الله منا ومنك وأبشر بالأجر والخير من الله. وأما إذا كان إبداء إعجابك على أمر يتضمن مخالفة شرعية أو على أمر يتضمن فتنة فإنه لا يجوز حينئذ أن تبدي إعجابك ولا أن تشارك في هذا الأمر، بل عليك مناصحة من يبدي إعجابه بهذا الأمر المحرم، والله أعلم.